اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، وجه ميعاد اخبارنا العالميه نبداها من جارديان. واعداد غير المؤمنين بدين تفوق اعداد المسيحيين في المملكه المتحده. قالت صحيفة جارديان البريطانية أن عدد الأشخاص الذين يقولون أنهم لا يؤمنون بدين بيتصاعد بشكل سريع، حتى أن عددهم بات يزيد عن عدد المسيحيين في إنجلترا، مشيرة إلى أن نسبة المواطنين غير المنتمين لدين بلغت حوالي 48.5% من سكان المملكة المتحدة عام 2014، وهو ضعف النسبة المسجلة في التعداد السكاني لعام 2011 والتي بلغت 25%. تقول الصحيفة أيضا أن نسبة السكان الذين عرفوا أنفسهم على أنهم مسيحيون سواء أنجليين أو كاثوليك أو أي مذهب مسيحي آخر بلغت حوالي 43.8% فقط. نروح لنيويورك تايمز. وأحزاب اليمين تحقق مكاسب متزايدة في أوروبا. علقت صحيفة نيويورك تايمز على خسارة مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف نور برهوفر انتخابات الرئاسة في النمسا بهامش ضيق أمام منافسه اليساري الحر ألكساندر فان. وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن على الرغم من هزيمة مرشح اليمين المتطرف، فإن الانتخابات الرئاسية في النمسا قدمت مثال على المكاسب الانتخابية التي حققتها الأحزاب اليمينية في عدد متزايد من البلدان الأوروبية وسط أزمة المهاجرين والنمو الاقتصادي البطيء وتزايد خيبة الأمل تجاه الاتحاد الأوروبي. وتشمل أحزاب اليمين في أوروبا طيف سياسي واسع من الشعبوية والقومية والفاشيين الجدد، وهم الأكثر تطرفا سياسيا. نروح لآخر خبر معانا في أخبارنا العالمية من ديلي ميل. أرسنال يتصدر عائدات أندية الدوري الإنجليزي لهذا الموسم ب 101 مليون استرليني. تصدر نادي أرسنال جدول عائدات أندية الدوري الإنجليزي للموسم 2015-2016 بعد حصوله على مبلغ 101 مليون استرليني، على الرغم من إنهاء السابقة في المركز الثاني. والحقيقة نشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية الجدول الخاص بعائدات أندية الدوري للموسم المقضي، إذ جاء بطل المسابقة نادي ليستر سيتي في المركز الخامس بحصوله على 93 مليون و219 ألف استرليني. مانشستر سيتي في المركز الثاني بقيمة 97 مليون استرليني. يونايتد ثالثا بقيمة 96 مليون و744 ألف استرليني. وتوتنهام رابعا بقيمة 95 مليون و222 ألف استرليني. مشاهدينا، ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا العالمية.